ولكن للاسف كنصدموا ملي كنلقاو واحد الرائحه كريهه ديال البول في هذا المكان هذا، وكذا كميه الاهمال الموجوده في هذا المكان مما يسبب انه عدم الامان للمواطنين اللي كيدوزوا من هذه البلاصه. فهذا كما السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله من مدينه طنجه احييكم. اذا كما كتشوفوني في هذا المكان اللي هو معروف اللي هو جا في بلايا او نقولوا كورنيش ديال بلايا، كما كنعرفوا كيزيد جماليه لهذه المدينه، لكن للاسف كنصدموا ملي كنلقاو واحد الرائحه كريهه ديال البول في هذا المكان هذا، وكذا كميه الاهمال الموجوده في هذا المكان ولا صراحه مرتع. ما غاديش نقول للمجرمين وانما المتخلى عنهم والناس اللي كيكونوا في الزنقه كيباتوا ولاو كيجيو يباتوا في هذا المكان هذا، مما يسبب انه عدم الامان للمواطنين اللي كيدوزوا من هذه البلاصه. فهذا كما كتشوفوا انت من الاعزاء هذا فوق ديال واحد الباركينغ اللي هو تحت ارضي، لكن للاسف لاقي واحد الاهمال كبير. كنتمنوا من الله عز وجل ان بعض الامور ما يفقدوش الجماليه ديال هذه المدينه هذه. مدينه طنجه كيف كنعرفوا فهي بوابه اوروبا وكذا عروسه الشمال، فما يمكنش انه يجي سائح او حتى السياحه الداخليه ويجي ويشوف هاد الامور او يلقى هاد الامور عيب وعار. مشروع درتوه كبير اللي كنصفقوا لكم عليه وكنحييكم عليه، خاصكم تكملوه وتكون مواكبه ماشي نصوبوا ونخليو هادشي. راه ريحه البولا عباد الله هنا رائحه كريهه جدا، ما قدرناش ندخلوا تما. متابعينا الاعزاء كما كنشوفوا في هذا المكان هنا كتكون واحد الرائحه كريهه، وهذا المكان هذا هو درج كيهبط للباركينغ اللي هو تحت ارضي كما كنشوفوا. متابعينا الاعزاء هذه وحده من بزاف، هما بزاف فيهم هنا اللي مهمولين احنا كما كنشوفوا، زجاج مهرس يعني واحد كميه الاهمال. لا اله الا الله محمد رسول الله. رساله هي عند السلطات وخصوصا في مدينه طنجه. وصلنا لنهايه هذه الحلقه وكان معكم ربيع دحاني. بس تدخل يا دوب.